السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم واحد الكوت تاع البنات، كيجي من اروع ما يكون. في اول خطوه خديت هنا شويه ديال التمر، شويه ديال الكركاع، شويه ديال اللوز، قطعت التمر وهرمشت الكركاع واللوز، وغادي نضيف لهم واحد المعلقه ديال البودره ديال الكاكاو. كنلبسهم مزيان بهذا الكاكاو على هذا الشكل. وغادي نخليهم جانبا. من بعد كناخذ هاد القوالب الصغار، كناخذ شويه ديال الزيت مع شويه ديال الدقيق، كنخلطهم حتى كنحصل على اون بوماد، كندهن بها هاد القوالب هادو وكنستفهم في اللاطة. بسم الله على بركة الله. هنا غادي نبداو الوصفة ديالنا. كناخد واحد البيضة، كنضيف ليها نص كاس ديال السنيدة، قبصة من الملح، كيس من الفاني، ومعلقة صغيرة مملوءة من القهوة سريعة الذوبان، وكنخلط جميع المكونات مع بعضهم. هنا كنضيف نص كاس من الزيت مع التطريب المستمر، ياغورت بنكهة الفانيلا، وفي الاخير كنضيف كاس لاروب من الماء اللي في درجة الغليان، وكنخلط مزيان. ثم كنضيف كاس ديال الدقيق، غنضيف لهم جوج معالق صغار من بودرة الكاكاو المر، ربعطاش غرام من الخميرة الخاصة بالحلويات، وهنا كناخد هاد المكسرات كنزول منها الفائض ديال او الزائد ديال بودرة الكاكاو. وكنضيف نص كاس من الدقيق، وهنا البنات فرغت الخليط ديال الكيك في واحد الكاس باش يجيني ساهل نوزعو على القوالب، وكنوزعو على القوالب. بالنسبه للفرن فانا سخنته على درجه حراره 170 من الفوق ومن التحت، وكنضيف لي المكسرات من الفوق لي ميني كيك، و
وغادي نستمر تنكملهم كاملين. من بعد كندخل الميني كيك ديالي الفران، كياخذوا لي 14 دقيقه كيتحمروا كيطيبوا، وكنخرجوهم. من بعد ما كنخرجهم البنات راه كينتنزلوا من القوالب بسهوله، فكندهنهم شويه ديال العسل وكنقدموهم بالصحه والراحه. كنتمنى تجربوهم بطريقتي وينالوا الاعجاب ديالكم. وهذا هو الشكل ديالهم بعد ما خرجتهم من الفرن دهنتهم بالعسل، كيجيو على هذا الشكل هذا، يا سلام. وكيف ما شفتوا معايا فقط واحد البيضه واحده، والنتيجه هما كتشوفوا على عينيكم. مره اخرى البنات الى عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش خليوا لي لايك ديالكم، تعليقاتكم، كذلك ما تنساوش ديروا متابعه للقناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. والى اللقاء.